السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد الريفي. تعالوا نكمل مع بعض السلسلة اللي احنا بدأناها، ان احنا نراجع على القواعد وعلى السكيلز. النهارده هناخد شوية على السكيلز. تعالوا نشوف كده أول سؤال. Which of the following is punctuated correctly؟ كلمة punctuated يعني الترقيم بتاعها يكون سليم، مظبوط، صح. تعالوا بقى كده ونركز مع بعض. لما بكون شغال، في ناس بتشتغل بكذا طريقة، يمسك سؤال سؤال ويقعد يحل. في ناس تانية بتاخد جزء على بعضه كده، بحيث ان هي هتلاقي ان النص مثلا الاولاني من الجملة سليم خلاص، فانت ماشية عادي خالص لغاية ما يقابلها حاجة مختلفة وهكذا. تعالوا كده نشوف مع بعض. اولا اول جملة طايرة مننا، لان احنا لو جينا بصينا في الاخر ده سؤال ما عنديش علامة استفهام. تعالوا نشوف اللي بعد كده، التلاتة علامة استفهام. يبقى انا طيرت ايه؟ يبقى اذا رقم ايه ده طار من عندي خلاص، مش معايا. تعال نشوف الباقيين. Did you know that؟ كده خلاص ما عنديش اي مشكلة في التلاتة. نراجع تاني مع بعض بقى. اول كلمة هنا بعد that هنلاقي في اختلاف، عندي ايد والاي والدي لوحدها، يبقى اذا ده رخ الرح من عندي. ليه؟ لان احنا عارفين ان ايد اي ابوستروف دي، يبقى ده سي. يبقى لي طبعا البي والدي، وده اللي احنا بقى هنبدأ نركز فيه شكل بعض. همت been working from home for 2 months. كده خلاص كله سليم معايا ما بين البي والدي. الاختلاف البسيط هنا ان هنا مفيش كومه، لكن هنا في كومه. طبعا لما اكون بتكلم مع شخص او بسال شخص في الاخر خالص كده بلاقي اسم الشخص، طبعا احنا متعودين الكلام ده ان احنا بنستخدم قبله الايه الكومه. يبقى اذا الاجابه بتاعتي هتبقى رقم ايه؟ رقم دي. Which of the following is punctuated correctly؟ برضو نفس الطريقة. تعالوا كده مع بعض. The headmaster said تعالى كده نشوف مع بعض آخر واحدة. دايما احنا متعودين اما نيجي نعمل ال reported speech بعد كلمة said بنحط كومة، يبقى اذا ال D طايرة من عندي خلاص، مش معايا. ماشي، نرجع تاني بقى نجيب التلاتة الفوقانيين. اما بنيجي نعمل reported speech المفروض بيبقى فيه اتنين quotation marks. اول واحدة ما فيهاش quotation marks، يبقى رقم ايه؟ راحت من عندي. تعالوا نشوف كده بي وسي ونمشي واحده واحده. هتلاقي ان في الجمله الاولانيه والجمله الثانيه باينه جدا قدامك. اما اجي اتكلم مع شخص هيسالني الكلام ده، لو هو في الاخر خالص هنحط قبله الكما زي ما عملنا فوق، لكن هنا الشخص بكلمه وبعدين هقول وراه كلام، يبقى هبدا رامي وبعدين نحط الكما واكمل السؤال بتاعي. اذا الاجابه هي رقم ايه؟ بي. عمليه سهله جدا يا اولاد، بس هي محتاجه شويه تركيز. شوف الجملة اللي بعد كده نفس الكلام برضو، انهو جملة في دولت الصح. I want هنيجي هنا في رقم B على طول. اما نيجي نمشي كده مع الاربعة هتلاقي WON apostrophe T طبعا مش موجودة معايا، بقى كده راحت مني خلاص. لغاية ناو مفيش اي مشكلة. I won't tell you now خلاص كده مفيش مشكلة عندي. ركز بقى معايا كده، لما بستخدم كلمة however يا اولاد، ودي حاجة طبعا المفروض ان احنا عارفينها، لازم تكون بعد الفلسطوب، هتبقى هنا كابيتال، يبقى الاي رخرة راحت غلط. هنركز بقى تحت however، وبعدين هتلاقي عندك هنا بعد however المفروض يكون في ايه؟ المفروض يكون في كومه، يبقى اذا برضو رقم سي برضو غلط، يبقى الرقم دي هي الاجابه الصحيحه. نفس الكلام برضو، ايه الجمله الصح هنا؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. look out وبعدين هتلاقي، وركز كده كويس، هتلاقي عندك في لوك اوت هنا الاولانيه في كومه، علامه تعجب، علامه استفهام، علامه تعجب. اولا احنا عارفين ان كلمه لوك اوت دي معروفه على طول، بشتغل معاها علامه تعجب، يبقى اذا طار من عندي اتنين ايه خلاص وعندي سي، الاتنين دول طايرين من عندي. نمشي بقى واحده واحده كده. There is a car behind you تامر. لسه حالين الكلام ده دلوقتي، وقايلين انا لما اكون بتكلم مع شخص لازم يكون في قبله كومه، يبقى اذا الاجابه رقم كام؟ رقم بي. A colon can be used to. بنستخدم الكولون ديت امتى يا اولاد؟ ده لما اكون بيبقى عندي جمله وفي وراها جمله ثانيه بتفسر الجمله الاولانيه، فانا بستخدم الكولون اللي هما النقطتين فوق بعض، السيمي كولون اللي يبقى فيها نقطه مع الكومه. يبقى هنا طبعا على طول ما دام هفسر حاجه للجمله اللي قبلها يبقى اسمها على طول اكسبلانيشن. كلمه اكسبلين يعني يفسر شيء، يبقى دي على طول بتورينا الاكسبلانيشن.
برضو فين الجملة الصحيحة في دول؟ بانك شوي كوركتلي. تعالوا كده نشوف مع بعض. طيب يو دونت، خلاص يبقى عندي رقم دي، انا مشيت اهوت معاها كده الدونت، وببص عيني على الاربعه، انا بمشي عيني على الاربعه، ده خلاص مش نافع لان الدونت هنا مش فيها ابوستروفي، يبقى كده الجمله خاطئه. نو no, كلها كامله، يور ماشي زي ما هي. اللعبه بقى كلها هنا يا اولاد في الجمله او في الرقم مع كلمه يور اولد. احنا اتفقنا ان لما يكون عندي في هنا زي كلمه نيبر، هو زي ما انتم شايفين اسم، يبقى قبله الكلمه دي بنسميها صفه، بيبقى معايا الرقم وكلمه يير او اي كلمه او مانث او كذا مفرده بدون اس، وبعدين الهايفن تاني، وبعدين كلمه اولد. طبعا كده برضو الجمله باينه جدا وسهله جدا ان هي البي، لان احنا زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي وقت لما يكون عامل الرقم ده مع الير مع الاولد ويعتبر صفه لكلمه نيبر، فبنحط ما بينها هايفن وتكون كلمه يير مفرده. الجمله اللي بعدها خلي بالك بقى احنا عايزين هنا الجمله از نوت punctuated correctly، يعني واحدة في دولت خطأ في الترقيم بتاعها. تعالوا كده برضو نبص مع بعض. I made a new، طبعا هو الجمل كلها مختلف فلازم هنا هقرأ بقى، خلاص مش هينفع ان انا اشتغل اربعة مع بعض. I made a new، طبعا بصوا بصوا هو حللها لك اهوت زي اللي فوق اهي، اللي هي 20 year old friend today، جملة صحيحة ما فيهاش اي مشكلة. تعالى هنا the woman who lives next door to us is going to travel abroad. طبعا لو احنا ركزنا كويس جدا في الجمله ديت، الجمله ديت هي الجمله الخاطئه. ليه يا مستر؟ لان انا عندي يا اولاد اما يكون عندي في كلام هنا بنسميها الجمله الاعتراضيه، اللي هي who lives next door to us، مالها؟ عايز اكمل كلام، فالمفروض ان احنا بنحط تحت هنا بعد كلمه us كما، عشان بيسموها جملة اعتراضية. يعني ايه يا استاذ مستر جملة اعتراضية؟ يعني ممكن اشيلها تبقى جملة سليمة زي woman is going to travel abroad، جملة صحيحة. فلذلك عشان انا ممكن احذف الجملة الاعتراضية فبيبقى قبلها كومة زي ما انتم شايفين، ومفروض بعد كلمة us يحط كومة، فاذا الجملة هنا هي الجملة الخطأ. الجملة اللي بعدها عايز هنا punctuated correctly الجملة الصحيحة، هناخد هنا my friend said يبقى آخر جملة خطأ. ليه يا مستر؟ عشان مفيش كومة، يبقى دي أول واحدة خلاص طلعناها. طيب كله هنا كومة، كله هنا في quotation marks، كله have you read Oliver Twist يا رامي، يبقى هنا أول واحدة مفيهاش الكومة تبقى رقم إيه غلط. طيب تعالوا هنا بقى نشوف إيه الخطأ اللي ما بين البي والسي. تعالوا هنا كده have you read Oliver Twist، طبعا Oliver Twist ده اسم ولد، يبقى التي هنا معموله ايه؟ سمول، هو المفروض يبقى كابيتال، يبقى غلط طبعا، يبقى الاجابه عندي في رقم ايه؟ في رقم سي. We use A او N space to list more than two items، هنعمل اكتر من شيء، يعني انا اشتريت كذا وكذا وكذا وكذا، او اسماء، او same sentence في same sentence في نفس الايه؟ في نفس الجمله. طبعا دي بتبقى معروفه على طول اللي هي الكما. الكما انا بستخدمها لما بيكون عندي اكثر من شيء او هعمل ليست قائمه، فبحط ما بين الاجزاء بتاعه الليسته بتاعتي كما. في الجمله ديت عايز برضو الجمله الصحيحه بانكشويت كوركتلي، يعني الجمله الصح. طيب هنمشي كده مع بعض واحده واحده كده ونشوف فين الجمله الصحيحه هنا. اول واحده يس خلاص خطا، لان ما بعد يس او نو ودي قاعده احنا حافظينها بيجي وراها كما، يبقى خلاص الجمله دي طارت مني. الجمله رقم سي برضو طايره، ليه؟ لان اي ام اي ابوستروف في ام، والجمله رقم دي الاي كابيتال لازم اوتوماتيك طبعا لان احنا عارفين الكلام ده، يبقى الجمله رقم دي غلط، يبقى لي رقم بي هي الجمله الصحيحه. Which sentence is punctuated نفس الكلام برضو correctly. تعالوا كده نشوف مع بعض انه جمله صح. What a wonderful idea، طبعا بص يا اولاد ما دام في وات ا وندرفول كذا يبقى ده اسلوب زي تعجب، يبقى رقم سي ورقم دي مش هينفع طبعا لان احنا عايزين وراهم علامه تعجب، يبقى نشيل رقم سي ورقم دي، الاثنين دولت متشالين خلاص. ماشي طيب تعالوا نبص على الجمله الاولانيه. ليتس زي ما هي، ليتس في الثانيه. شوف انا بمجرد ما بضرب عينيهم ويمشي الاثنين مع بعض كده مفيش هنا الابوستروفي، تبقى الاجابه بتاعتي رقم ايه.
which of the following transitions shows shows يعني بتورينا cause السبب. طبعا احنا عارفين على طول ان السبب ده يا ولاد بيبقى مع كلمه due to, because, because of, بسبب. يبقى هنا على طول بستخدم كلمه ايه؟ due to. طبعا الريزلت اللي هي زي so لذلك يعني, يبقى هنا في ايه؟ في نتيجه او therefore لذلك. which of the following means in general, كلمه in general يعني عامه. يبقى في هنا كلمه whole اهي, whole كل الموضوع, يبقى on the whole عامه او in ايه؟ in general. طبعا الحاجات دي بقى يا ولاد بتبقى موجوده عندك في قلب الترانزيشنز اللي هي الكلمات اللي بتربط بيها او اللي بستخدمها في حاجات معينه المفروض ببقى حافظها طبعا, ودي بتبقى سهله جدا ومحتاجه بس يا دوب شويه حفظ. We considered all factors, احنا حطينا في اعتبارنا كل العوامل. ما دام بيستخدم كلمه we considered على طول بحط on balance the project has achieved the high profits, المشروع بتاعنا حقق profits يعني ارباح كويسه. I invited 300 people, احنا عزمنا 300 شخص to my sister's wedding. The party was on, يعني زي ما بتقول مزدحمه, ده اكسبريشن كده, on a large scale. 300 شخص في قلب الحفل. ايه او any space essay, الاساي اللي هو المقال اللي احنا بنكتبه, depends on, بيعتمد على opinions and emotions. طول ما في عندي ال opinion الرأي, يبقى انا ما دام ليا رأي بحاول اقنع بيه الشخص اللي قدامي, فده بيسموه ايه؟ البيرسويسيف, يعني اقناعي. موضوع انا بقنع بيه الاشخاص اللي قدامي, يبقى اكيد لازم يكون ليا رأي عشان اقنع بيه الناس. The main purpose, purpose هو الغرض, او اي او ان سبيس essay is to describe your point of focus in a vivid or particular manner. احنا بنستخدم هنا او بتوصف هنا البوينت, وجهة نظرك, وبتركز كويس جدا على او بطريقة معينة. So that the readers can easily picture the described object. في اللحظة ديت يبدأ الشخص او القارئ يتصور, يحط في دماغه الموضوع بتاعك, الوصف بتاعه شكله عامل ازاي, اذا كان شخص او ستيت او حالة in their mind, وبيبداوا طبعا الكلام ده يتخيلوه في العقل بتاعهم. يبقى انت هنا بتعمل عمليه وصف, بتوصف الشيء, فيبدا الشخص اللي قدامك يعمل عمليه بيكتشر, تصوير, يصور الكلام في دماغه, يبقى هنا ديسكريبتيف. We can say that studying in the morning appears to be the most beneficial time to study. This was confirmed by experts through their approved research. طبعا هنا ده الكلام عادة يعني لو انت جيت بسيط كلمة in doubt, في شك, enter, in vain, في الهوا كده يعني الكلام ده, يبقى انت كده بتقول يعني خاتمة للباراجراف او للإسي. يبقى انا هنا اقول in conclusion, يا جماعة في النهاية احنا ممكن نقول ان كذا. دايما كلمة we can say احنا بنقول, يبقى انا كده بجيب المفروض يعني في الانترودكشن بأكد عليها تاني في الكونكلوجن, وديت من ضمن الحاجات اللي انا ممكن استخدمها. we can say ذات, احنا ممكن نقول ان البلوشن ده مثلا شيء خطير, او ان الريدنج ده شيء مهم او كذا, فانا هنا بعمل, او طبعا في كلمات تانية ممكن to conclude, to sum up and so on. each essay contains, كل مقال بيحتوي على هل topic sentence ولا conclusion ولا introduction and body paragraph. طيب لو انا خدت topic sentence بس, لا طبعا. لو خدت conclusion بس, لا طبعا. لكن كل باراجراف في introduction وفي body paragraph وفي conclusion, يبقى C و B الاتنين مع ايه؟ مع بعض, اللي هي رقم كام؟ D, لان يعني دولت هيلموا الايه؟ الاسي بتاعي. The sentence that gives the reader examples or evidence in the paragraph is called. طيب ما دام انا اديت يا اولاد دلائل و examples امثله, ده بيسموها supporting sentence. supporting sentence ديت يعني الجمله المداعمه او الجمله اللي بتشرح لي topic sentence او اللي بتبين لي النقاط اللي موجوده في topic sentence, فاحنا بنسميها supporting sentence او supporting ideas. دي بتبدا تفهمني او تشرح لي
التوبيك سنتنس الاساسيه اللي بتبقى موجوده في الانترودكتوري باراجراف او في الانترودكشن فوق في المقدمه. I agree that modern technology has made our lives better in many ways. The sentence can be included in an article as a. ديت هتبقى عبارة عن ايه؟ تعالوا بقى نركز كده مع بعض. هل هي supporting sentence؟ هي هنا ما بتشرحش حاجات للtopic sentence. الهوك ايه هو الهوك؟ دي بتبقى جملة بتخطف الأنظار وعادة بتبقى موجودة في الانترودكتوري باراجراف، تبقى في الأول خالص. والميدل سنتنس اللي هي الجمله الوسطيه او في الوسط. لا طبعا لو احنا جينا بصينا كده هنلاقي ديت بتبقى الى حد ما جايه بعد الهوك، بعد الجمله الاولانيه خالص اللي بتخطف في الانظار. المفروض هنا ان انا بجيب حاجه اسمها السيسز ستيتمنت، بتبقى زي الاطروحه. انا بطرح هنا رايي وبعدين ابدا اتكلم بعد كده بقى في البادي باراجرافز بعد كده، لكن دي بيسموها السيسز ستيتمنت، بتبقى جايه بعد الهوك. الهوك هي لو انتوا بصيتوا على كلمه هوك ديت عباره عن خطاب بيخطف النظر او بيخطف الانظار، اللي هي بتبقى الجمله الاولانيه اللي موجوده في الانترودكتوري باراجراف. In this essay we will examine، هنفحص how life changing inventions have always been sparked by urgent needs. This sentence can be considered space to an essay. مادام في الاول بقول كده in this essay يبقى ده introductory paragraph، يعني introduction يعني مقدمة، لان السمري دي بتبقى في الاخر والconclusion في الاخر والبادي بيبقى في الوسط، فدي كده لسه بقدم اهو in this essay. الفيرست سنتنس اوف ا باراجراف از، اللي احنا لسه قايلين الكلام دلوقتي بيسموها التوبك سنتنس على طول، اللي هي الجمله الاساسيه بتاعتي اللي انا هتكلم عنها في الموضوع بتاعي. لكن كونكلوجن في الاخر، اكسكلوسيف الموضحه او كذا، السبورتنج اللي هي قلنا مداعمه للفكره الاساسيه، فديت اول جمله عندي بيسموها التوبك ايه؟ سنتنس. من غير ما افكر طبعا كلمه تو سم اب يبقى كونكلوجن على طول واحنا مغمضين، تو سم اب معناها الكونكلوجن. Moreover، علاوة على ذلك، it is not a good idea to skip breakfast as it has several health benefits. طبعا البريكفاست الفطار بيبقى فيه طبعا فوائد صحية كتير جدا. The sentence can be considered a part of space of an essay. طبعا ديت لو احنا جينا بصينا هنا كده الكلام ده هيبقى conclusion. هل هو انترودكشن مقدمة خالص؟ لا، ده فيه هنا كلمة moreover summary في النهاية خالص، طبعا هتبقى باينة جدا، ده هيبقى في الوسط في البادي باراجراف. طبعا الاوتوماتيك على طول بنبقى حافظين الكلام ده يا شباب، بنستخدم كلمه هاويفر في الباراجراف او في الايسي او كذا عشان تعبر عن ايه وانت مغمض. كونتراست، كونتراست يعني ايه؟ تناقض، زي كلمه اوزو، زي كلمه بات، كلمه هاويفر، نيفر ثريس، كل دي كلمات بستخدمها في التناقض. طبعا الكلام ده موجود عندك في الجداول بتبقى حافظه، عارف ان كل شيء من الاشياء اللي موجوده قدامك ديت بستخدم فيها كلمات كذا. You summarize the content. طبعا على طول من غير ما نفكر، ما دام انا هعمل summarize يعني تلخيص، يبقى هنا بعمل conclusion، بقفل الباراجراف او الايسي بتاعي. On the whole، on the whole في المجمل، I think، واكمل الجمله بتاعتي. On the whole هنا is similar in meaning، على طول بتساوي كلمه ايه؟ سوري احنا سيبنا جمله، ماشي نرجع تاني. Which of the following is used when ending an essay؟ اما نيجي ننهي المقال بتاعنا، لسه قايلين الكلام ده فوق، in conclusion طبعا. On the whole، كلمة on the whole، احنا لسه قايلين الجملة دي. On the whole is similar، يعني بتساوي، طبعا حلينا فوق اللي هي in general، كان جايبها بالعكس فوق. When you start writing an essay about the newly located Cairo Museum، you can use، احنا ممكن نستخدم ايه؟ انا هبدا start الباراجراف بتاعي. Moreover قلنا بتبقى موجوده في الوسط. To sum up يبقى في الاخر خالص. However مع ذلك يبقى ده في الوسط برضه، اللي هو البادي، بستخدم فيه الكلمات اللي انا ممكن اربط بيها. Without a doubt بدون شك طبعا، وابدا الكلام بتاعي ده احنا ممكن نستخدمها في المقدمه. No one can deny، there is no doubt، دي كلها بيسموها مقدمات. يبقى طبعا هاخد رقم كام؟ رقم دي. دي بعض الجمل يا ولاد اللي بتتكلم على السكيلز، المهارات، واحنا زي ما احنا عارفين بيبقى موجود فيها ترانزيشن الوردز بتاعتنا، او بيتكلم على الايسي
المقال بتاعي، فدولت زي ما احنا قلنا من الحصة اللي فاتت هناخد شوية أجزاء كده مع القواعد. أتمنى يكون المحتوى عجبكم، ما ننساش لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر ونقدر نشير الفيديو على قد ما نقدر لكل زمايلنا عشان الكل يستفاد، وأي حد عنده تعليق يحط في قلب الكومنت وأنا هرد على التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.